اول حاجه هنبدا بيها النهارده هي العجه، والعجه دي على طريقه امي، ربنا يديها الصحه وطولة العمر يا رب. عندنا هنا 8 بيضات، بصل مفروم ناعم، كريمه طهي، زبده، طماطم مكعبات، مكعبات من الفلفل الرومي، عندنا دقيق ابيض، رشه بيكنج باودر، بقدونس مفروم، ملح وفلفل، وصلصه طماطم. طبعا الوصفه ممكن يتشال ويتحط منها اي حاجه، يعني ما بحبش حاجه، في حاجه مش متوفره عندي وانا عايزه اعملها على السحور النهارده، مش حكايه خالص، عايزه اضيف حاجه، مثلا عايزه احط بصل اخضر، عايزه احط بصل احمر، عايزه احط فلفل الوان، عايزه احط فلفل حار، براحتكم. طيب الوصفه بسيطه وسهله جدا. اول حاجه نقول بسم الله ونحط معلقه زيت واحده بس كده مع الزبده عشان مسخنه الووك قوي، معلقه زيت، معلقه زبده، اللي عنده مورطه من تسيح الزبده يستخدمها طبعا، بصل مفروم ناعم، ملح وفلفل يا مدام امل، فلفل رومي، طماطم مفرومة، صلصة طماطم تقليبة. حطينا هنا كريمة مع البيض مع رشة ملح ورشة فلفل، وهضربهم مع بعض كويس قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. انزل عليهم معلقه دقيق كبيره، رشه بيكنج باودر، رشه بقدونس، واقلب. وانا بقلب هبتدي انزل الخضار اللي انا شوحته على النار واحده واحده وانا بقلب يا دينا. بسم الله الرحمن الرحيم. دينا، اما سؤال الطاجن فطبعا ينفع من غير